حياكم الله إلى مقطع مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في موجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. سجل سعر صرف دينار أمام الدولار السبت انخفاضا طفيفا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد. أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 149,600 دينار مقابل كل 100 دولار، كما ارتفعت أسعار البيع في محل الصرف بالسوق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينار، بينما بلغ الشراء 148,500 دينار لكل 100 دولار. يشهد سعر صرف الدولار في العراق ارتفاعا منذ عدة أسابيع، وهو ما أرجعه الاقتصاديون إلى سوء إدارة الملف من قبل البنك المركزي. أغلق سجل خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط خسائر الأسبوع الرابع على التوالي، وسجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. وأغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بلغ دولاراً و15 سنتاً ليصل إلى 75 دولاراً و49 سنتاً. سجل خسائر أسبوعية بلغت دولارين و11 سنتاً. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ دولاراً و15 سنتاً ليصل إلى 78 دولاراً و93 سنتاً، وسجل خسائر أسبوعية بلغت دولارين و71 سنتاً. وسجل خام البرنت خسائر أسبوعية بنسبة 4.3%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بلغت نسبة 4.7%. قال خبراء اقتصاديون إن الدجاج المحلي يسد حاجة السوق بما يقارب 80%، وإن باقي حاجة السوق تسد من خلال الاستيراد. وأشار الخبراء إلى أن زيادة الطلب على الدجاج تسبب بارتفاع أسعاره، مؤكدين أن غياب الدور الحكومي وتركه للقطاع الأهلي يعد من أهم أسباب عدم الاكتفاء الذاتي من الدجاج، ما دفع بالعراق للاستيراد من الخارج كالبرازيل، حيث استورد العراق من البرازيل عام 2022 أكثر من 137 ألف طن من الدجاج. حل العراقيون في المرتبة الخامسة بين الجنسيات الأكثر شراء للعقارات التركية خلال النصف الأول من العام 2024. ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد جاء الروس بالمرتبة الأولى بشراء 2423 عقارا، في حين حل الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 1070 عقار، بينما الأوكرانيون بالمركز الثالث بشراء 725، والألمان في المركز الرابع بشراء 500 وعقار واحد. أما العراقيون فقد كانوا في المرتبة الخامسة بشراء 494 عقارا. وتراجعت مشتريات الأجانب للعقارات التركية بنسبة 46% من النصف أو في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 10,500 عقار بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي. ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط خلال شهر تموز بفعل انتعاش إمدادات السعودية وزيادات طفيفة في أماكن أخرى. وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر صناعة النفط أن أوبك ضخت أكثر من 26 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة وصلت إلى 100 ألف برميل يوميا عن شهر حزيران. تأتي هذه الزيادة على الرغم من إبقاء تحالف أوبك بلس الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا على معظم تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2025 لدعم السوق في مواجهة النمو الفاتر للطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي. كان هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.